والآن إلى فقرة ريفرش مع الزميل نعيم برجاوي. مساء الخير نعيم. مساء النور جورج. اليوم بريفرش بنرجع 60 سنة لورا. صح، نرجع نسترجع ماري مورو. اليوم من خلال الذكاء الاصطناعي قدروا يرجعوا يعني يعملوا شكلها مثل ما كان، بس انه احلى شوي، وصوتها كمان، صوتها، وتقدر تسألها اي سؤال وتتفاعل معك، تضحك لك اذا حكيتها شيء حلو. في كتير شغلات يعني حلوين، بس بدنا نفوت على الويب سايت يعني نعمل ساين ان لنقدر نعملها هيدي. فاللي بيحب فيه يفوت، هلا بنحط لهم السايت جوا. وفي كمان مواضيع تانية بتتعلق بالمرأة. تفضل. شكرا. بعد أكثر من 60 عاما على وفاة مارلين مونرو، التقى عشاق ومحبو الأيقونة الأمريكية مع نسخة رقمية منها جرى إعدادها بمساعدة الذكاء الاصطناعي. النسخة الرقمية تم إطلاقها في مؤتمر ساوث باي ساوث ويست للتكنولوجيا بمدينة أوستن في ولاية تكساس، وقد ظهرت بتصفيفة شعرها المألوفة وصوتها الهامس، ويمكنها التعبير عن مشاعرها مثل الابتسام ردا على تلقي إطراء، ويمكن لأي شخص التواصل معها مباشرة من خلال موقع سول ماشينز. Darlings, I'm Digital Marilyn. Come visit me at Soul Machines. It'll be such fun. When I fall in love, it will be forever. أبدى الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة خشيته من الفجوة الرقمية الضخمة، إذ ما يزال مليارات الأشخاص محرومين من الإنترنت وكذلك أدوات الذكاء الاصطناعي. وخلال مؤتمر صحفي في جنيف، أشارت دورين مارتن الأمينة العامة للاتحاد إلى أن النساء أقل اتصالا بالإنترنت وأقل حضورا في هذا القطاع. My biggest fear and what keeps me up at night. إن أكبر مخاوفي وما يشعرني بالقلق هو وجود 2,600,000,000 شخص غير متصلين بالإنترنت، وأقول ذلك لأنه إذا لم تكن جزءا من العالم الرقمي فأنت لن تكون جزءا من عالم الذكاء الاصطناعي، وأعتقد أنه يتعين علينا سد هذه الفجوة. أعلنت شركة جوجل الأمريكية طرد أحد موظفيها على خلفية احتجاجه ضد إسرائيل في فعالية تكنولوجية بمدينة نيويورك. وقالت الشركة في بيان إن أحد مهندسيها قاطع زميله بالعمل أثناء تقديمه عرضا في فعالية تكنولوجية ترعاها الشركة الاثنين الماضي. وكان أحد مهندسي جوجل قاطع كلمة كان يلقيها مدير إسرائيلي في الشركة، معلنا رفضه المشاركة في إنتاج تكنولوجيا من شأنها تمكين الإبادة الجماعية والفصل العنصري. I'm a Google Cloud software engineer, and I refuse to build technology that powers genocide, apartheid, or surveillance. Project Nimbus put the Palestinian community members in danger. Google is complicit in Israel's مشهد ديمقراطي بامتياز يعني للأسف. عودي لك جورج. شكرا لك نعيم.